السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الصغار الكرام، كيف حالكم اليوم؟ أرجو أن تكونوا جميعا بخير وصحة وعافية جيدة. في حصتنا اليوم من مقرر مادة القرآن الكريم سنتعرف على سورة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الشمس. فسورة الشمس سورة من سور المكية، وعدد آياتها 15 آية. ولكن اليوم سنحفظ الآيات من الآية 1 حتى الآية 10. والآن قبل أن نبدأ، هيا بنا نردد تلاوة سورة الفاتحة معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هيا بنا نتعرف على آداب التلاوة مع صديقتنا مريم. مرحبا أصدقائي، سوف أخبركم اليوم بآداب تلاوة القرآن الكريم، وهي أولا الاستعاذة، وتعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا البسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا الطهارة، وهي أن تكون طاهرا متوضيا. ورابعا تحسين الصوت. وأخيرا استقبال القبلة. والآن لنستمع إلى الآيات الكريمة من القارئ. والآن بعد أن تعرفنا على آداب التلاوة، ما رأيكم أن نستمع معا لتلاوة القارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها. فهيا بنا يا أحبتي الكرام، بعد أن استمعنا إلى الآيات الكريمة، نتعرف على المعنى الإجمالي للآيات الكريمة ومعاني المفردات. المعنى الإجمالي للآيات: أقسم الله تعالى بسبعة أشياء من مخلوقاته العظيمة، وهي الشمس والقمر والنهار والليل والأرض والنفس، على أن من طهر نفسه بالإيمان فقد فاز بالجنة، ومن دنس نفسه بالكفر بالله فقد خسر الآخرة ودخل النار. هيا بنا الآن لنتعرف على معاني بعض المفردات. أولا كلمة وضحاها تعني ضوءها. ثانيا كلمة طحاها تعني بسطها. ثالثا كلمة سواها وتعني عدلها وجعلها في أحسن صورة.
كلمة فألهمها فجورها وتقواها تعني جعل فيها الخير والشر. كلمة فقد أفلح من زكاها تعني ففاز من طهر نفسه بالخير. كلمة فقد خاب من دساها تعني من دنس نفسه بالشر. هيا بنا نردد الآيات الكريمة لنحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها والآن لنتحدث على ما ترشدنا الآيات الكريمة. أولا المخلوقات دليل على قدرة الله تعالى. ثانيا الترغيب في الإيمان والعمل الصالح. ثالثا الترهيب من الشرك والمعاصي. والآن أصدقائي بعد أن تعرفنا على الآيات ورددناها معا لا تنسوا حفظها.